اعزائي المشاهدين السلام عليكم. ده فيديو جديد ومستعجل وجامد جامد حلو. يعني الفيديو ده حرامي من اسكندريه, بالتحديد المحل في محطه الرمل بتاع سباكه. الحرامي ده راجل كبير كبير في السن, راجل شايب يعني, استغل وجود الست الكبيره ربنا يديها الصحه وبدا يسرق. بيسرق ايه بقى؟ حاجات سباكه. يعني يا ريتها حاجه هتتاكل مثلا, اقول لك جعان بتاع بقى. طبعا حرام, حتى لو بتسرق حاجه اكل حرام, لكن القصد في الفكره انك هتعمل حاجه لعيالك وجدود جدودك, جدود جدودك, هتعمل حاجه ل ل ل ل ل ل لاولاد اولادك يعني, وانت هتموت وهتتحاسب عليها. يعني يا ريتك شاب برضه. الشاب لو هيسرق حرام, لكن الفكره انه ايه, ركز كده, بيسرق من ورا كده, هي مشغوله في حاجه تانية مش واخده بالها, ومديها الامانه للراجل المحترم ده, راجل كبير ما تعرفش ان راجل ناقص, راجل قليل ادب, عمال يسرق تجيبه من الجنب اللي هناك عشان بقى مفيش حد يقول لي الفقر. بيسرق حاجات سباكه, يعني عنده بيت, يعني بيبني, يعني داخل على محاره وسباكه وسيراميك. دي عفانه, دي قله ادب, وراجل كبير مش صغير, يا ريته صغير. هيعمل لابنه وابن ابنه ويموت. هيموت والله, هيموت, كلنا هنموت. وهيسيبها, هيسيب الدنيا دي كلها. اهو ركز كده بقى, اهو بص, عدل عدل العلم, بينقي الحاجه الغاليه, الحاجه النحاس, الحاجه النظيفه. ما تعرفش بقى ان كان هياخدهم يبيعهم عند سباك تاني, ولا هيروح يعمل بهم الحاجات في البيت عنده. اهو هو داخل كان بيتكلم في التليفون, يا باشا عايز ايه؟ اه كام جلبه؟ كام حنفيه؟ كام مش عارف ايه؟ اهو ادفع حقهم يا عم, ما انت لابس اهو, واكيد معاك موبايل. بص يبص عليه, امن, حط في جيبك, في نار جهنم ان شاء الله. كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به, كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. ده حديث نبوي شريف. لسه عمال يفتش في الجاكيت, يعني مش عاتي اي حاجه, بيرمرم كده, بيحط ايده في الجاكيت في الهدوم. انا كنت هسيب الفيديو بالصوت الاصلي, يعني اللي بعت لي الفيديو الصوت اصلي, بس اكتشفت بعد ما كنت هرفعه لقيت فيه صوت تلفزيون شغال, فهيجيني عليه حقوق طبع ونشر, فقلت لا انا علق بقى. هم صراحه ما ادوش حقه, ما ظبطتوش الراجل اللي هم بيصوروا صراحه, فانا انغصت صراحه اكتر منهم. اهو اهو الحاجه دي غاليه, ده فضل علبه, فضل علبه. حط, لا دي هياخدها في جيبه. وماسك موبايل وبتاع ونضاره وكيسه وشكله تحس انه ابن ناس تحس. اهو هياخدهم ويمشي. هي دي الحاجات اللي السباك قال له هاتها, او دخل خد الحاجات الغاليه واستغل وجود الست الكبيره. هيرجع تاني. ده ليله, ده ليله كبيره سعادتك. الفيديو ده بتاعه بس. طبعا الست اهي, ست كبيرة يعني, يا ابنها بيشتغل ومش فاضي, يا ابنها بيتغدى وزمانه جاي, يا مفيش حد يقف, يعني خلى عند اللي جابوك دم. لا مفيش, انا حرامي, انا بسرق. اهو عمال يبص للست ياخد ويحط في جيبه. هي مديها الامان, فكرته محترم, لكن طلع سافر, طلع حرام, طلع لص. اهو بتاريخ كام؟ يوم السبت اللي فات. لا مش اللي هو النهارده, النهارده منزل فيديو يوم السبت, لا اللي قبل, يوم 10 12 بلاستيك وفيها سن الناس عارفها؟ اسحب يا باشا. بنقي الحاجه الغاليه, الحاجه لو خده خمس حتت كده, عمل يوميه, عمل مبلغ, وعمال يعبي بيكوش. تحس كده انه واقف في معرض مكتوب عليه اختار يا فندم ببلاش. دخل ينقي الحاجه الغاليه كده, وعمال يرقي. عايز تحذف الفيديو, روح للناس دي وهو يكلمني وانا احذفه. يلا, حلو الكلام, حلو الكلام. يلا يا باشا, هتدوم الحاجه وتدفع اللي هيقول لك عليه, وبعدين احذف لك الفيديو. ده انا وافقت احذفه يعني. شاف الست وبرضه يعني لا عادي, ولا في دماغه, ولا في دماغه. لقى الايه, واحد لقى محفظه في الشارع, ده اللي لقى محفظه في الشارع حرام يصرف اللي فيها.
لازم يسأل وتقعد عنده كذا مش عارف ايه، ولو جاله في يوم من الايام صاحبها هيديها له حتى لو صرف. لا ده عادي كده، ما بصش ان الست كبيرة وتعبانة و... طب اسرق حاجة واحدة بس وامشي يا حرامي. لا ده انا هاخد كل حاجة ومش هشتري وهمشي. استغلال استغلال اهو، ده عبى جيوبه، عبى جيوبه اللص الحرامي الشايب اللي هيعمل لعياله ويموت وياخد ذنوب كل ما يفتحوا الحنفية. كل ما يفتحوا الحنفية كده الله يرحمك يابا، الف رحمة تنزل عليك يابا، كنت شايان بالحلال عشان تجيب لنا السباكة يابا، وما يعرفوش ان ابوهم حرامي وعياله هيموتوا ويجي عيال عيالهم يستخدموا برضو الحاجة المسروقة وهو بيتلعن في 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 جهنم. الله اعلم ان كان هيخش ولا لا، ده ان ما تابش قبل ما يموت. وهيقتصوا منهم القيامة لو ما مسكوش، ان شاء الله يتجاب، ان شاء الله يتجاب. اصل اللي يسرق الصغيرة يسرق كبيرة، اللي يسرق الصغيرة يسرق كبيرة، واللي يسرق يقتل. يعني دي لو شافته وقالت له انت بتعمل ايه كان ممكن يقتلها، ممكن يأذيها. انا اتفضحت، انا اتفضحت، مضطر يعمل كده، يبقى اللي زي ده يتعاقب، ده ما يتسابش، ده ما يمشيش في الشارع مع البشر. اهو شايب عايب، اتفضل حط في جيبه، حط يا اخويا في جيبك، حط عبي يابا، عبي عبي يابا. بيدور على حاجه تحت، ما عندكمش ذهب بالمره، ما عندكمش فلوس، يعني ما عندكمش اي محفظه كده، ما عندكمش اي حاجه تتسرق. انتوا بتعينوا الحاجات الغاليه فين؟ مستغرب الناس الغريبه دي، الناس الغريبه دي بتعين الحاجات الغاليه فين؟ يلا مش مهم، اخد الحاجات اللي نحاسه خلاص. المهم طلعت هو ايه مقلب ايه مقلب الدنيا كلها، عمال يحب تحس كانه معاه لسته كده السباك مديها له، فهو بيدور انت مش عارف اجيبها منين، اجيب لك منين عم السباك انت؟ ادي له المفتاح يا حاجه، يبقى ادي له المفتاح وقول له خد اللي انت عايزه يا حبيبي وامشي. الله يخرب بيتك وبيت ال... استغفر الله العظيم. ايه ده حرامي مستفز، ده حرامي ايه مستفز؟ انا صعبان عليا كله في الليله كلها، مش الفلوس ولا الحاجه اللي... الست الكبيره يعني يا ريتك بتسرق وفي راجل موجود عشان لما يقفشك يعمل معاك الجلاشه، انما حرامي لص اسكندريه محطه الرمل وبيبص اعمل ايه؟ انا هكوش المحل كله، انا يا ريت يا حاجه تكتبي له المحل باسمه، اكتبه له باسمه اصل مش عارف اقول لك ايه. ها عندهمش حاجه ثانيه؟ طب السلام عليكم بقى. طب انا ماشي يا جماعه، خد لك لفه بره يا حاج، يمكن تلاقي خرطومين ثلاثه خدهم اهو. طلع يحطهم في جيبه. خلاص كده انا استكفيت كده، انا خدت بضاعه البيت كله بتاع العماره كلها. وصلي على رسولك يا الهي وعترته وصحبه ما ذكرتا.